عليكم الخوت، مرحبا بكم في حلقة 5. هذه الحلقة الخوت غادي نديرو فيها واحد النقطة اللي هي في الأصل كتعتبر صعيبة، ولكن غادي نحاول نبسطها أبسط شرح اللي تقدر توقعه. هاد النقطة ديال الخوت هي فالخوت بلا ما تخلع كتبان ليك بحال هكا، ولكن حنا ما غاديش نشدو هادشي، ما غاديش نخدمو على هادشي. هادي هي بصح فيها واحد الصوت زوين، ولكن حنا غادي نخدمو اخرى اللي غادي نخدموا فيها 4 الصباح. المهم قبل ما نبداو، اذا كنت اول مره تتفرج فيا ما تنساش زر الاشتراك واللايك بطبيعه الحال. هذا اللي كاين هنا ولا ما عطينا. المهم باش نعرف بان هذا النوع تاع الفيديوهات كيعجبكم، شي تعليق زوين الا بغيتي بطبيعه الحال. يلا خلينا نبداو في الشرح نتاع فا. فغادي نشدو الخوت بحال ما هكا، هذا الصباح هنا، هذا غنديرو هنا، هذا عند هذا في الدوزيام في الكاز الاول في الدوزيام كورد، هذا في التروازيام كورد في الكاز الثاني، هذا غادي نديرو في السانكيام كورد، بقى لينا هذا بوحدو اللي خاوي غادي نحطو فيه هذا الخوت. هادي يافا هاد الفا، هادي تقضي بها الغرض، واش فهمتي؟ دونك يعني انك الا ما كنتيش تشد هكا راه ما هي انتها، راه انت كتشد هذا هنايا، هذا الا شديتي هاد الصبع وستيتي به هاد لقنت هذا، ربطو ليا ديك الفا اللي تدخلك، ربطو ليا ما هي بيتي تشد هكا سوق. المهم الا كنت يلا بادي شد هكا كي قلنا هذا في الدوزيام كورد، ها هو في الدوزيام، هذا ما تنقيسوش الدوزيام كورد، هذا في التروازيام كورد، هذا مربع، هذا في السانكيام كورد، وهذا في الكاتريام تحت مباشرة، يعني كاع هاد الكوردات خدامين، هاد الربعة ديال الوسط خدامين، ما تنستخدموش يلا التحتاني والفوقاني هما اللي ما تنستخدموش، هاد الربعة هاكا وكتعطينا بحال ما هاكا. لا هاد الصبع يعني ما كانش مديرون جيك وقدرتي تجي بحال ما هكا كان احسن. كان مديرون جيك انت غادي تسمع الفرق. هادي هي خامس نوطة غادي نعلمها لكم في هاد السلسلة، حيت كان معانا اش غادي دير، غادي تشد 3 نقاط ولا نقولو كاع 4، وغادي تبقى تقلب وبنفس الفراب، بعد الفراب هاد اللي تيبان ليك نتا هي هو باش غادي تقلب. ها نتا غنشدو المي، داكشي اللي تعلمنا. تعلموا ندوروا عليهم بكلهم، ولكن نفس الوقت فاش كتقلب هو نفسه هنا كنقلب. هنا كنقلب. قالوا لي اش كندير، كنا الخوت تنديرو بحال هكا عاد كنقلبو، دابا لا غادي ولي كتقلب فاش كدير بحال هكا، قلب قلب قلب. جميع هذوك النوطات اللي تعلمناهم اليوم، المي والري
au do au sol au fa غادي تقلبهم فاش كتجمع قلب ري دو سول وباش ما زربتي باش ما مزيان هذا هو الاهم من هذا التمرين هذا وباش تولي عندك واحد السهوله ديال انك تنقل بين لي نوت يعني دغيا ما يبقاش عندك داك التيكالاج تاع بلاتي نقلب على النوطه فين هي باش ما تتشبه هكا فهمتي بتولي عندك واحد الثقه زوينه المهم هذا هو الفيديو قلنا رقم 5 اللي كانت فيه الفا الفا اللي كيجي ما تركزوا على النقطه اللي بغينا نتعلموا ولكن في نفس الوقت كنرجعوا للنقط الاخرين اللي تعلمنا الفا اللي هي هادي ولا كان امكن انك دير لها في الماركه مزيان علاش لا وهادشي اللي كان اليوم الخوت كيجي ما لايك الى عجبك الفيديو السلام عليكم ورحمه الله.